اشتغل عند أحد الناس، كنت زرت الشيخ عبد العزيز الفالح اللي هو نائب المسجد الحرام، فبجانب بيتي شفت إنسان يعني جاي له طفل 12 سنة أي شيء قال لي ومسكين ملتحي قال له شيء ما ضربه يعني صفحة الولد الوجه إيه ضرب ما تحشوش إيه وش دخلت أنت بس صحيح من الله رجل هذا مثل هذا يضرب الناس لا ما أنا ده شيء 20 سنة قال لي إيش دخلت أنت كم جد دخلني إيش راح بعدهم ده هذا يعني عبد أنا إنسان رجل ولو كان عبدا يفعل يعمل ما يش لكن لا تضرب وحقه خصوصا من الوجه والله بكيت بكيت أنا بكيت للرجل هذا شو يعني قل سبحان الله إنسان يعني لا يظهر عليه أنه يعني ملتزم هذا كثير في تلك البلاد كثير واحذر من الشيء احذر من الشيء واحد يشرب السجارة تعصر بالسجارة له أداب عند المتفجرين هذا لا طيرها كذا طيرها نظراته ومشكاته كذا الشيطان يقول يخليك بس تسبيحك وتهليلك وقرآنك وتركه هذا شكله وجه الشر الحمد لله النبي ضرب في سبيل في رمضان الماضي هذا السبب ما أضع طلع كذا ونزل كذا طلع كذا وشاف قال زقارة مطوع زقارة صح أشكرك على النصيحة وسلم عليه وقول السبعة في لنا المربع قرأنا عليهم بسبب زقارة حتى أحدهم مربوط يده من هنا وهنا عشان ما يزقر يريد حتى في العناية والعياذ بالله من شدة النيكوتين في الجسد في المستشفى يعني مستشفى وكلهم يومين ثلاثة ماتوا بأمر الله وأربعة صلينا عليهم في مسجد الراجعي واحد منهم 10% كل هذا ذهب اللي 10% تنفس ثم اختنق ومات بسبب الزقاير قال شوف أنا شاعر إذا مخمخت أطير والشاعر الفلاني الكبير أنا أتحداه والشاعر الكبار لقيته كذا ليس من البشر تكلم الحقيقة قال أقول أقرأ علي أنت مطوع حق إقرأه أقرأ بس وفر علي قلت يا أخي ما تقدر قال ما أقدر أنا ما أقدر أقرأ بس قلت طيب يجلس على قال لا وأنا واقف أنا ولد فلان من آل فلان وأنا اللي بيت الشعر وأنا اللي حطوني في الجرائد وأنا اللي قلت يا ابن الحلال ما تقدر قال أقول لك لا تكثر قلت طيب ارفع قهوة السلام عليكم الله يمسك الحمد لله يا رب قال عن ربي قلت جلس قلت وصار لي قلت قايل لك ما تقدر شو يجيبه قلت لك ما تقدر يقول أحس أن الشعر يأتي على لساني من غير شعور شعراء يتبعهم الغرض ألا ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون إلا الذين آمنوا سبحان الله قضية الشعر كما قلت يعني يعين فيه الشيطان أقول لك في عندنا في بلدة بجانب مراكش ما يقولون لهم زودة المغنيين كلهم إيش يعملوا اللي يحب هذا يمشي للضريح من الأضرحة ينام فيه ثلاث أيام يطلب هذا يعني من الضريح طبعا شرك بالله عز وجل لكن يخرج بعد ثلاث أيام كثير منهم يخرج بعد ثلاث أيام يعني يخرج أشياء من فمه يعني شعر بالبربرية طبعا لكن يعمل ألحان ألحان وكذا لكن هو أمي لا يعرف شيء لكن تجده يخرج كلمات يعني لما سألت أنا بعض منهم قال والله سيدي فلان وحي أدلهم على تنزل الشياطين هذه الشياطين الجاهلية الممثلين والفنانون والمغنون وأهل أبيات الشعر وبعض من أعطوا عظمة في بعض الأشياء ابتلوا بمس في الأجساد
ولكن ليس كل الشعب، لأن الشيخ يشعر. لا لقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرجوهم روح القدس معك، إن روح القدس معك. نفس لم يقول: والله إن لوقع شعرك عليهم أعظم وأشد من وقع النبال والسهام. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعر في قلب مسجده وغزل مئة من بيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الراقصات أكثرهم مبسوسات بجن، وفي البيت تلقى ما نخاف لأهلها والعياذ بالله، فتلقى تحرك حركات واقصين ممسوسين ولا يستطيعوا يفعلوا شيء في البيت، وبالساعة بالساعتين ما يقفون. كذلك أهل الأموال الحمد لله تجد أن صلاة هذا الشياطين شبع في الجسد. الله يحفظه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مطرح. قال ابن القيم: سني من 100 سنة وأكثر، لو فتش الستار عن أكثر الخلق لوجدت أكثر الخلق ممسوس، ولا في نت ولا في داش ولا في مراقص ولا في كيف على الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرة. 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 مرة.